بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في أول شابتر من الجبر الخطي وهو شابتر 2، والآن بنروح للشابتر الثاني من الجبر الخطي وهو شابتر 3 من الكتاب المقرر. هذا الشابتر يتحدث عن نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولى هي الفيكتور سبيسز، والنقطة الثانية هي اللينير ترانسفورميشنز، يعني التحويلات الخطية. موضوعنا اليوم موضوع الفيكتور سبيسز، وعلى مدار الأيام القادمة كذلك، لكننا في هذا السكشن فقط سنعطي تعريف للفيكتور سبيس ونعطي بعض الأمثلة عليه فقط لا غير، ومن ثم ننتقل إلى بقية الأجزاء التي تتعلق بالفيكتور سبيسز. يبقى إحنا عندنا فيكتور سبيسز يعني الفضاءات الاتجاهية. بدنا نعطي تعريف للفضاء الاتجاهي ونشوف كيف نطبق التعريف على الأمثلة المختلفة. بقول لي افترض انه كابيتال V عبارة عن non empty set of objects، يبقى انا عندي كابيتال V هي عبارة عن مجموعة، وهذه المجموعة تحتوي على عدد من العناصر. In which two operations addition and multiplication by scalars are defined، وعليها عمليتين معرفتين، عملية بنسميها عملية الجمع والثانية عملية الضرب في مقدار قياسي أو مقدار ثابت. لما نقول فيكتور يبقى لو ضربناها في رقم نقول هذا سكالر مالتيبليكيشن، يعني ضرب قياسي. يبقى إحنا في عنا ست في، الفي هذا بدي أحط عليها عمليتين. العملية الأولى عملية الجمع بين المتجهات الموجودة في في، العملية الثانية أخذ رقم من الست of real numbers R وضربه في أي من المتجهات تبعات الفيكتور V. يبقى هاي العمليتين اللي عندنا، والعمليتين كانوا معرفة ذاتز، أي أن لو كان الـ U والـ V موجودة في كابيتال V وكان الـ element A موجود في الست of real numbers، يبقى الـ U زائد الـ V and الـ A ضد الـ U are defined. يبقى هاي العمليتين اللي أنا بقول عليهم معرفتين، عملية جمع متجهين من V هو متجه جديد موجود في V، عملية ضرب سكالر A في U هو بيعطيني متجه جديد، هذا المتجه موجود في V كذلك، قال لي R defined. يبقى في هذه الحالة بقول إنه الـ V وعليها عملية الجمع وعليها عملية الضرب بسكالر is a vector space او linear space. بعض الكتب بتقول عنه vector space وبعض الكتب بتقول عنه linear space if the following properties are satisfied على V. يبقى اذا تحققت الشروط العشرة التالية على هذه الست بقول الست هذه vector space، اذا لم يتحقق ولو شرط واحد يبقى ببطل يصير فيكتور سبيس. يبقى ان قال لي يبين لي انه هذا ما هوش فيكتور سبيس بكفي الغي شرط من ايش؟ من الشروط العشره. نيجي للشرط الاول او الخاصيه الاولى، لو اخذت عنصرين من في يبقى حاصل جمعهم ايش بده يكون؟ موجود في في وليس خارج في، طلع خارج في ببطل يصير فيكتور سبيس، يبقى بدي المجموع يكون ايه؟ داخل في. الكونديشن الثاني اليو زائد الفي يساوي الفي زائد اليو، يعني عملية جمع المتجهات عملية إبدالية، لو ما كانتش إبدالية تز نوت اي فيكتور سبيس. طيب الخاصيتين الاثنين تحققوا، بروح للخاصية الثالثة وهي خاصية الاسوشيتيفيتي، لو جمعت اليو إلى في زائد الدبليو تماما كما لو جمعت اليو زائد الفي الى مين؟ الى الدبليو، وهذه بنسميها خاصية الدمج اسوشيتيف لو او اسوشيتيف بروبرتي. الان تحققت الخواص الثلاث، بروح لخاصية رابعة، الخاصية الرابعة بيقول لي في عندك عنصر اللي هو الزيرو المطاول هذا موجود في في. إذا والله كان 0 زائد V يساوي V زائد 0 يساوي V لكل ال V، يبقى هذا بسميه 0 فيكتور لمين؟ للفيكتور سبيس V. يعني بمعنى آخر أن الفيكتور سبيس V لازم يحتوي على العنصر الصفري بالنسبة لعملية الجمع. تمام، يبقى زيرو هذا فيكتور يا بنات مش سكالر، يعني مش ريال نمبر، وإنما هو فيكتور.
تمام، بحيث هذا الزيرو فيكتور لو جمعته إلى أي فيكتور آخر من اليمين أو من الشمال بده يعطيني نفس الفيكتور، هذا الإلمنت بقول عليه الزيرو فيكتور. الخاصية الخامسة، لأي يو موجود في كابيتال في ذير اكزيست، لازم نلاقي سالب يو موجود في في. يعني إذا العنصر أو الفيكتور موجود في في، لازم ألاقي سالب هذا العنصر موجود وين؟ موجود في في، بحيث لو جمعت اليو وسالب يو تماما كما لو جمعت سالب يو ويو، لأنه قال لي هنا كوميوتيف والنادش بده يعطينا زيرو فيكتور مش زيرو سكالر، ها، لأنه احنا بنجمع فيكتورز، سالب يو هو فيكتور، يبقى يو زائد ناقص يو يساوي تماما ناقص اليو زائد اليو، بده يساوي مين؟ الزيرو فيكتور. هذه الخامسه. الخاصيه الاساسه، لو اخذت اي سكالر من الست اوف ريال نمبر اي، اخذت عنصر اي من الست اوف ريال نمبر واخذت اليو فيكتور موجود في في، اذا حاصل ضرب الاثنين اي في يو بده يكون موجود وين؟ موجود في في تماما. تحققت الخاصية. نروح بالخاصية اللي بعدها، لو كان الاي سكالر واخذت تو فيكتورز من في ورحت ضربت كسكالر الاي ضد اليو زائد الفي، خضعت هذه لعملية التوزيع او الديستريبيوتيف بروبرتي، خاصية التوزيع، صارت هذه اي ضد اليو زائد اي ضد الفي. مش عقد هيك وبس، ضرب سكالر مع جمع تو فيكتور، لا، جمع تو سكالرز مع الضرب مع مين؟ مع فيكتور. الخاصية اللي بعدها، لو كان الـ A و الـ B موجود في R واليو موجودة في V، يبقى الـ A زائد الـ B ضد اليو بده يساوي A ضد اليو زائد الـ B ضد اليو، كل هذا بده يكون موجود وين؟ موجود في V، تمام؟ يبقى بنيجي للخاصية التاسعة، لو كان عندي سكالر A وعندي سكالر بي، ضربت البي في اليو واللي نتج رحت ضربت في اي، تماما كما لو ضربت التو سكالرز من البدايه في مين؟ في الفيكتور في، بده يطلع عندي فيكتور اسمه اي بي ضد اليو، وهذا بده يكون فيكتور موجود وين؟ في الفيكتور الاصلي، طبقا للخاصيه اللي عندنا هذه. تمام، اتحقق خاصية التاسعة. بنروح الخاصية العاشرة، لو اخذت الواحد as a scalar، يعني كأنه الخاصية هذه حالة خاصة من مين؟ من اللي فوق، اخذت اليو هو فيكتور واخذت الواحد سكالر، ضربت الواحد في يو بده يطلع الناتج يساوي يو اللي هو موجود وين؟ في في. يبقى اذا تحققت هذه الخواص العشر في هذه الحالة، بقول يبقى اللي فيه عندي هذا ماله؟ فيكتور سبيس. بدنا نبدأ نطبق الكلام اللي احنا بنقوله على أرض الواقع بأمثلة مختلفة، ونشوف مين ممكن يطلع فيكتور سبيس وممكن ما يطلعش فيكتور سبيس، وإذا ما طلعش مين من الخواص لا تتحقق في هذه الحالة بحيث يصير ما هواش فيكتور سبيس. قال لي خذ لي المثال الاول، افترض الفي كل العناصر الزيرو اكس واحد واكس اثنين، بعد اكس واحد واكس اثنين موجود في ار، يعني ايش؟ يعني بدي اخذ كل الفيكتورز اللي كل فيكتور مكون من 3 كومبوننتس، بحيث المركبه الاولى دائما وابدا زيرو، لو ما هي زيرو اذا مش عندنا، برا ما لناش علاقه فيها. يبقى احنا بدنا نجمع، يعني مثلا لو جيت قلت يا بنات هذا كل واحدة فيكم عبارة عن عنصر في الفيكتور سبيس، الشقة هذه، تمام؟ جيت قلت للبنات السطر هذا كله انتقل للناحية الثانية، يبقى كأنه أنا أخذت حالة خاصة من الأصلية، المركبة الأولى كلها زيرو في كل 3 تيوبل، تمام؟ بدي أجي أشوف هل هذا تحت عملية الجمع العادية وتحت عملية الضرب العادية هل هو فيكتور سبيس أم لا؟ طلعي هنا كل العناصر اللي المركبة الأولى دائما وأبدا بزيرو، طب والمركبة الثانية والثالثة؟
ايش ما كان يكونوا ما حطيتش عليهم قيود، يمكن سالب يمكن موجب يمكن زيرو، كل انا مقيد بالمركبه الاولى لازم تكون زيرو. وقلت لك اكس واحد واكس اثنين موجودات في ار، موجب سالب كسر مش عارف ايه زيرو، ماليش علاقه ايش ما يكون شكلهم، يكون ان شاء الله يكون جذور تربيعيه وجذور تكعيبيه، لانه هي ست عناصر موجوده في الست اوف ريال نمبر. طيب under the usual addition، عملية الجمع العادية تبعت الريال نمبر of تبعت الفيكتورز and the usual multiplication of scalar، وعملية الضرب العادي للفيكتورز في سكالر. واحنا اخذنا سابقا انه عملية لو ضربت element في فيكتور بضربه في جميع الكومبوننتس، مش هيك؟ يبقى هذا اسمه الضرب العادي، والجمع بجمع كومبوننت وايز كل عنصر مع نظيره. بيقول لي ذن الفي از فيكتور سبيس بيكوز، يبقى هذا اللي فوق تحت عمليه الجمع العاديه والضرب العاديه هذه بيكون فيكتور سبيس. ما هو السبب؟ بيقول لي لو اخذت 3 فيكتورز موجودات في فيها، طلعي المركب، طلعي كله المركبه الاولى والمركبه الاولى والمركبه الاولى كله بايش؟ باصفار، كله زي ما انت شايفة بأصفار موجودة في V. بدي أشوف الخواص العشرة، هل اليو زائد الفي موجود في V ولا لا؟ يبقى بدي أجي للخاصية الأولى، ذن نمرة واحد بدي أخذ اليو زائد الفي، يبقى هذا بده يعطيني زيرو وإكس واحد وإكس اثنين زائد زيرو واي واحد واي اثنين واي يساوي. احنا قلنا هذه عملية الجمع، عملية جمع عادية لمين؟ للفيكتورز. يبقى عملية الجمع العادية بجمع كومبوننت وايز، زيرو مع زيرو بقديش؟ زيرو. اكس واحد زائد واي واحد، اكس اثنين زائد واي اثنين. موجودة في في ولا يا بنات؟ موجودة في في. ليش؟ لانه الاليمنت الاول او المركبة الاولى في كل فيكتور يساوي زيرو. إذا تحققت الخاصية الأولى. بدي أجي للخاصية الثانية، نمرة اثنين، بدي أخذ اليو زائد الفي، يبقى بدي أجمع دور يا بنات، يبقى هنا زيرو زائد زيرو بزيرو، إكس واحد زائد واي واحد، إكس اثنين زائد واي اثنين، موجود في في؟ موجودة في في. أنا بديش إياها هيك تبقى موجودة، أنا بدي خاصية الإبدال. أليست هذه تساوي زيرو و الآن إكس واحد زائد واي واحد، مش هدول إكس واحد والإكس والواي واحد أعداد موجودة في الست أوف ريال نمبرز؟ عملية جمع الأعداد العادية عملية إبدالية ولا لا؟ لما أقول لك خمسة زائد ستة، والله ستة زائد خمسة، ما هي نفس الشيء. إذا باجي بقول هذا واي واحد زائد إكس واحد واي اثنين زائد إكس اثنين، اللي بقدر أقول هذه زيرو وواي واحد وواي اثنين زائد زيرو إكس واحد وإكس اثنين، صحيح ولا لا؟ يعني فصلت هذا الفيكتور إلى مجموع تو فيكتورز. طب الأول مين هو؟ مش في؟ والثاني يبقى في زائد اليو، يبقى بديت بيو زائد الفي وصلت إلى في زائد اليو، يبقى تحققت الخاصية الأولى والخاصية الثانية عندنا. بدنا نروح لمين؟ للخاصية الثالثة، يبقى بدي أخذ يو زائد في زائد الدبليو يساوي اليو عندي اللي هي زيرو وإكس واحد وإكس اثنين زائد الفي زائد الدبليو، بدي اجمع على طول الخط، هاي عندي الفي وهذه الدبليو، بدي اجمع مباشرة، يبقى زيرو واي واحد زائد زد واحد وواي اثنين زائد زد اثنين. الآن بدي اجي اجمع، صار عندي فيكتور وعندي فيكتور ثاني، بدي اجمع كومبوننت وايز، زيرو زيرو بزيرو، يبقى بدي يصير عندي اكس واحد زائد واي واحد زائد زد واحد و اكس اثنين زائد زائد واي اثنين زائد زد اثنين بالشكل اللي عندنا هذا، تمام؟ طيب هذا الكلام بده يساوي، بدي اجي للي وصلت له هذا، هدول كلهم ريال نمبر،
عملية الجمع على الريال نمبر إدماجية ولا لا؟ يبقى خلاص إذا بقدر أكتب هذه على الشكل التالي، هي عبارة عن 0 و x1 زائد y1 زائد z1، تمام؟ هذا الترم الأول. والترم الثاني بقدر أقول اكس واحد زائد واي واحد زائد زد واحد، وهذا بقول اكس اثنين زائد واي اثنين زائد زد اثنين، تمام؟ اذا هذه بقدر اقول تساوي، بدي اجي احطها على شكل مجموع تو فيكتورز، اذا بقدر اقول هذا زيرو واكس واحد زائد واي واحد واكس اثنين زائد واي اثنين زائد، ضل عندي زيرو وضل عندي زد واحد وضل عندي زد اثنين، تمام؟ بقدر اقول هذا الكلام يساوي، هذا عبارة عن مجموع مين يا بنات؟ مش عبارة عن اليو زائد الفي، صح ولا لا؟ وهذاك زائد اللي هو الدبليو العنصر الثالث، يبقى صار يو زائد في زائد دبليو يساوي يو زائد في زائد دبليو، اذا تحققت الخاصية رقم 3 عندي. الان بدي اجي للزيرو اوبجكت، بقول لي ذير از ان اوبجكت زيرو في في بحيث ان، الان انا بدي اخذ العنصر الزيرو اللي موجود في في، الان الزيرو فيكتور خاصية الرابعة هو مين؟ هو العنصر 0 و0 و0 موجود في كابيتال في ولا لا؟ صح؟ لانه المركبة الأولى عندي هي اللي عليها قيد تبقى بزيرو، والتنتين ايش ما كانوا يكونوا. الآن بدي أجي آخذ له آند، بدي آخذ له 0 زائد اليو يساوي الزيرو اللي هو زيرو وزيرو وزيرو زائد اليو اللي هو زيرو اكس واحد واكس اثنين، شكل عندنا هذا. بدي اجمع كومبوننت وايز، يبقى زيرو زائد زيرو بزيرو، زيرو زائد اكس واحد باكس واحد، زيرو زائد اكس اثنين باكس اثنين، مش هذا هو اليو نفسه؟ صح ولا لا؟ يبقى باجي بقول بنفس الطريقة سيميلارلي، بنفس الطريقة اليو زائد الزيرو بده يساوي اليو، يعني بديش اقعد اكرر نفس الكلام. يبقى خلصنا من الخاصية 4، بدي اروح للخاصية 5. الخاصية 5 بقول لي اذا اي element يو موجود في في ناقص اليو there exist ناقص اليو موجود في في such that المجموع هم بده يساوي مين؟ الزيرو فيكتور. الان انا بدي اخذ مين؟ بدي اخذ يو موجود في في، الان اليو بده يساوي زيرو واكس واحد واكس اثنين، هذا بده يعطيك مين؟ ناقص يو، احنا كانه بدي اضرب سالب واحد فيه، اذا ضرب عادي جدا كومبوننت، لان احنا قلنا ضرب عادي، يبقى هذا الكلام بده يساوي سالب واحد في زيرو بزيرو سالب اكس واحد سالب اكس اثنين. بدي اجي اقول له اند بدي اليو زائد سالب يو ويساوي اليو لو زيرو واكس واحد واكس اثنين زائد زيرو سالب اكس واحد سالب اكس اثنين، تمام؟ نجمع زيرو مع زيرو بزيرو، اكس واحد وناقص اكس واحد بزيرو، اكس اثنين وناقص اكس اثنين بزيرو، مين هو هذا؟ هذا الزيرو فيكتور. سيميلارلي بنفس الطريقة، سيميلارلي سالب يو زائد اليو بده يساوي الزيرو فيكتور. اذا تحققت الخاصية رقم 5. بدنا نيجي نحقق باقي الخواص، خلينا امسح اللي فوق هذا. طيب هذا اللي ملوش لزوم من هنا وفوق نمسحه. خلاص
خلصنا الخاصية الخامسة، بنجي للخاصية السادسة. خاصية السادسة بيقول لي لو كان أخذت سكالر موجود في R ويو موجود فحاصل ضربهما بده يكون موجود وين؟ موجود في V. يبقى بدي أخذ هنا F الـ A موجود في R سكالر، واليو اللي هي يساوي زيرو، وإكس واحد وإكس اثنين موجودات في V، then بدي أخذ الـ A في اليو. يبقى هذه A بدي أضربها في الزيرو إكس واحد وإكس اثنين ويساوي الـ A في الزيرو بقداش يا بنات؟ زيرو، وهنا A X1 وهنا A X2. ايش رايك في الفيكتور اللي طلع موجود في V ولا لا؟ لأن المركبة الأولى والباقي ايش مكان يكون؟ يبقى هذا موجود في الفيكتور سبيس V، وبالتالي تحققت الخاصية السادسة. بدي أروح للخاصية السابعة. خاصية سابعة بيقول لو كان A موجود في R ويو وV موجودات وين؟ فيو. يبقى هنا F الـ A موجودة في R and الـ U اللي هي زيرو زيرو و X واحد و X اثنين و الـ V زيرو و Y واحد و Y اثنين موجودات في V، then بدي أخذ الـ A ضد الـ U زائد الـ V. يبقى الـ A ضد الـ U زائد الـ V، بدي أجمع component wise يبقى 0 X1 زائد Y1 X2 زائد Y2، بدي أجي أضرب يبقى هذه 0 و A في X1 زائد Y1 و A في X2 زائد واي اثنين. ليش ضربت هيك؟ لان الضرب يوجوال عادي، ضرب عادي اللي احنا عارفينه. طيب هذا الكلام بده يساوي زيرو و اي اكس واحد زائد اي واي واحد و اللي هو اي اكس اثنين زائد اي واي اثنين. هذا صار فيكتور واحد. شو رايك ممكن اجزئه الى تو فيكتورز؟ ايش التو فيكتورز؟ يعني ممكن اقول هذا زيرو و اي اكس واحد و اي اكس اثنين زائد زيرو و اي واي واحد و اي واي اثنين. لو جمعتهم بطلع عند هذا مره ثانيه. طب بدي ارجع لخواص السكالر. أظن بقدر أخذ إيه عامل مشترك من الكل برا، بيضل زيرو إكس واحد إكس اثنين زائد إيه زيرو واي واحد واي اثنين. يبقى هذا إيه الأولاني هو اليو، والثاني إيه في مين؟ في الفي. الشكل اللي عندنا يبقى بناء عليه إيه ضد يو زائد الفي بده يساوي A ضد الـ U زائد الـ A ضد الـ V، وبالتالي تحققت مين؟ تحققت الخاصية السابعة. بدنا نروح للخاصية مين؟ الثامنة. يبقى باجي بقول له 8 F الـ A والـ B موجودة في R and الـ U 0 X1 X2 موجودة في V، then بدي اخذ الـ A زائد الـ B ضد مين؟ ضد الـ U. ضد الـ U يساوي A زائد الـ B ضد الـ U اللي هو 0 X1 و X2 Y يساوي. هذا مجموع تو ريال نمبرز، يبقى ريال نمبر واحد. يبقى بدي اضرب جوا حسب الضرب العادي. يبقى هذا بقديش؟ بزيرو. نيجي للي بعدها، هادي A زائد الـ B في الـ X1، وهنا A زائد الـ B في مين؟ في الـ X2، وهي قفلنا القوس. هادي بقدر أقول عليها ما يأتي يساوي
هاي زيرو زي ما هي، وهذه بقدر افكها لانه الاكس واحد والاكس اثنين ريال نمبر، والاي والبي ريال نمبر، يبقى اي اكس 1 زائد بي اكس 1 فاصلة اي اكس 2 زائد بي اكس 2. ممكن اجزئها الى تو فيكتورز، يبقى هذه بقدر اقول زيرو واي اكس 1 واي اكس 2 زائد زيرو وبي اكس 1 وبي اكس 2. ممكن اخذ الاي برا، يبقى الاي في زيرو اكس 1 واكس 2 زائد بي في زيرو واكس 1 واكس 2، يبقى هذه بدها تساوي اي ضد اليو زائد بي ضد اليو، وبالتالي تحققت الخاصية رقم 8. يبقى 8. بدنا نيجي للتسعة، اف البي في اليو، يبقى الخاصية التاسعة، أظن هذه برضو انتهينا منها. يبقى الخاصية التاسعة، بدي أجي أخذ اف الاي والبي موجودة في ار ان اليو زيرو اكس واحد اكس اثنين موجودة في في، ذن بدي اخذ الاي في البي ضد اليو يساوي اي في بي ضد اليو، يبقى بدي اضرب بي في كل عنصر من العناصر اللي عندنا، يبقى هاي زيرو وبي اكس 1 وبي اكس 2 شكل عندنا. الآن بدي أضرب الـ A، يبقى هذا الكلام بده يساوي A في 0 بـ 0، يبقى A B X 1 و A B X 2 بالشكل اللي عندنا هذا. هذا الكلام بده يساوي الآن الـ A والـ B والـ X 1 كلهم real numbers، وكذلك الـ A والـ B والـ X2 كله real numbers، يبقى بقدر أقول هذا 0 وهذا A B X1 وفي نفس الوقت A B X2. بقدر أخذ الـ A B برا، يبقى هذا A B برا كله في مين؟ في 0 X1 X2، يبقى هذا A B ضد اليو. يبقى تحققت الخاصية رقم 9. بدنا نيجي الخاصية رقم 10 الأخيرة، بدي 1 ضد اليو، يبقى 1 ضد 0 اكس 1 اكس 2 واي يساوي الواحد لما نضربه في 0 بقداش يا بنات؟ ب 0. الواحد في الاكس 1 بالاكس 1، الواحد في الاكس 2 بالاكس 2، يبقى هذا أعطاني مين؟ اليو. يبقى قلنا لك من البداية انه هذا فيكتور سبيس، ليش قلنا بيكوز، ورحنا لقينا العشر خواص كلها محققة، يبقى اصبح هذا اللي عندنا اللي هو فيكتور سبيس. طبعا مش كل ست بنعطيها لك بتكون فيكتور سبيس وبضروح ابدأ اطبق الخواص العشرة، تمام؟ يعني ليس بالضرورة ان راحت اول خاصية ما تحققتش يبقى روح ادور على الباقي، ما ادورش على الباقي خلاص نقط فيكتور سبيس وبسكت. لقيت الاولى تحققت بروح للثانية، ما تحققتش الثانية نقط فيكتور سبيس وبسيب الباقي، وهكذا. يعني وين خاصية بتتحقق بقول يبقى هذا ما هواش فيكتور سبيس وبنتهي. ضلت هذه الاولى تحققت اني بروح للثالثه بروح للرابعه، لما اذا تحققوا العشره كلهم يبقى هو فيكتور سبيس. يبقى اذا اختلت اي خاصيه من الخواص العشر بكون ماله ما هواش فيكتور سبيس. هذا اول مثال على هذا الموضوع، لا يزال عندنا العديد من الامثله. نيجي المثال رقم 2. لو سمحت يعني احنا كل مرة هنعمل العشر خصائص، هذا إذا طلع فيكتور سبيس. لا يعني إذا ما طلعش فيكتور سبيس يمكن تسوي خطوة واحدة ولا لا؟
وإذا أنت دقيقة النظر وشاطرة في الحسابات بمجرد النظر بتقولي هذه البرشة ما تنفعش للخاصية الفلانية على طول من دون ما تجربي وتروح تكتبي لي إياها وبتكش الباقي 100% تمام. ماشي، نعطي المثال رقم 2. Example 2، هذا سؤال 5 من الكتاب، بيقول لي let V تساوي، الفي اللي هو الفيكتور سبيس هذا يساوي كل العناصر على الشكل واحد واكس وواي such that بحيث الاكس والواي موجودة في الست of real numbers under usual addition under usual addition تحت عملية الجمع العادي and وفي نفس الوقت usual scalar multiplication usual scalar multiplication تحت عملية الجمع الضرب والجمع العادية then V is not a vector space as not a vector space ما هوش vector space because يلا ومجرد نظر هذا الست اللي عندنا هذه تحت عملية الجمع العادية والضرب العادية ليست vector space. ليه؟ بدي واحدة تحكي بس واحد ترفع ايده وتحكي ايوه قولي فيش زيرو اللي هو فيش زيرو إليمنت ماشي الحال هذا وجهة نظر في وجهة نظر ثانية قبل زيرو طب شوفي اللي قبل الزيرو اجمع اثنين اجمع لو جمعت اثنين ايش بيطلع؟ اثنين واكس واحد زي اكس اثنين واحد باطل مش موجود يبقى عمله الجمع لا تتحقق صحيح ولا لا؟ يبقى بروح بقول له هذا is not a vector space because f lu بدها تساوي واحد واكس واحد وواي واحد والv تساوي واحد واكس اثنين وواي اثنين موجودات في كابيتال V then lu زائد الv بده يساوي اثنين واكس واحد زائد اكس اثنين اكس واحد خليها بس للسهولة يا بنات خليها اكس واحد واكس اثنين وهذه واي واحد واي اثنين تمام يبقى اكس واحد زائد واي واحد واكس اثنين زائد واي اثنين does not belong to V مش موجودة في V لأن أنا بدي الكومبوننت الأولى قديش تكون يبقى في حالة الزيرو نفع يصير فيكتور سبيس لكن في حالة الواحد ما نفعش يكون فيكتور سبيس ما هواش فيكتور سبيس طيب مثال ثلاثة مثال ثلاثة اللي هو سؤال 7 من الكتاب كذلك سؤال 7 بيقول let الV تساوي كل المصفوفات A بحيث الـ A is 2 by 2 matrix كل المصفوفات اللي نظامها 2 في 2 with determinant للـ A لا يساوي 0 under usual addition addition and scalar multiplication of matrices then ايش رايك الV مش عارف اكتب هي فيكتور سبيس ولا نوت فيكتور سبيس نيجي مين هي الفي في الاول الفي كل المصفوفات A اللي نظامها 2 في 2 واللي محددها ماله
لا يساوي زيرو، للمحدد فيها لا يساوي زيرو. يبقى كل المصوات اللي نظامها 2 في 2 واللي محدده لا يساوي زيرو جمعتهم حطيتهم في ست في، عرفت عليها عملية جمع المصفوفات العادي وهو جمع كومبوننت وايز، وعرفت عليها ضرب المصفوفة في سكالر وهو ضرب الريال نمبر في كل عنصر من عناصر المصفوفة اللي يوجوال اديشن اند يوجوال مالتيبليكيشن. تمام، تحت العمليتين الاثنين هدول هل في فيكتور سبيس ام لا؟ لا. اي سؤال؟ طبعا لا. ابسط شغله بدي زيرو ماتريكس. هل الزيرو ماتريكس المحدد تبعها لا يساوي زيرو؟ لا طبعا. يبقى ذن الفي از نوت اي فيكتور سبيس بيكوز it does not contain the zero matrix. Since a determinant للمصفوفة zero بدي يساوي قديش؟ zero. يبقى الخاصية تبعت العنصر الصفري لم تتحقق، لذلك هذا ليس فيكتور سبيس. طيب المثال رقم 4 بيقول لي ليت كابيتال في كل العناصر على الشكل اكس واي وزد، بحيث انه الاكس والواي والزد موجودة في الست of real numbers. define addition and multiplication on V باي اللي هو اكس واحد واي واحد وزد واحد زائد اكس اثنين واي اثنين وزد اثنين بده يساوي اللي هو اكس واحد وواي واحد وزد واحد، وهنا اكس اثنين واي اثنين وزد اثنين اكس واحد زائد اكس اثنين واي واحد زائد واي اثنين، وهنا زد واحد زائد زد اثنين، هذا الجمع. and الاي في الاكس والواي والزد يساوي اكس وواي وزد. Then الV is الله أعلم. كيف؟ بس بنضربها في المركبة الأولى، يعني عملية الجمع كما هي component wise، والA بس بنضربها وين؟ في المركبة الأولى فقط لا غير. تمام؟ يعني إنه هذه الست هي هيك قصيرة بس محدش هذا ما طيب فاهمة، يعني هذه الست خاص فيه لأنه بدها تعرف خاص فيه هي مش طيب. هل هذا فيكتور سبيس ولا ما هواش فيكتور سبيس؟ بتخيل انه ما هواش فيكتور سبيس. السبب بيكوز لو اخذت يبقى هذا از نوت اي فيكتور سبيس، بيكوز لو اخذت يا بنات اي زائد البي في مين؟ في اليو. يبقى هذا بده يصير A زائد B
في مين؟ في اليو اللي قلنا اللي هو اكس واي زد. يبقى حسب الضرب هذا بده ينضرب في مين؟ في الاي زائد البي فقط، والاكس واي زد كما هي. طب لو جيت اخذت الاي ضد اليو زائد البي ضد اليو، يبقى هذا بده يصير اي ضد اكس واي زد زائد بي ضد اللي هو الاكس واي زد ويساوي حسب الخواص اللي عندنا. يبقى هذا اكس واي وزد زائد هذه بي اكس وواي وزد. يبقى لو جينا جمعناها هذه بده يصير اكس زائد بي اكس واثنين واي واثنين زد، تمام؟ يبقى ايش رايك؟ هل هذه اللي فوق هي هذه؟ طبعا هذه بقدر اقول A زائد البي في الاكس واثنين واي واثنين زد. طبعا اللي فوق ما هياش اللي تحت، يبقى هنا سوى ال A زائد البي ضد اليو لا يساوي ال A يو زائد البي الاي ضد اليو زائد البي ضد اليو. لا يزال هناك العديد من الأمثلة نتعرض لها المرة القادمة إن شاء الله تعالى.